صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحرومة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى السرار ذاب محبوك من الانتظار. لنا قلوب مولاي يا صاحب الزمان، لنا قلوب لك مشتاقة كالبدر إذ يشتاق صوب القطاع. فيا قريبا فيا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. متى نرى وجهك ما بيننا مولاي؟ كما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. عهد في كل يوم نعاهد الإمام، دائما نحن نعاهد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نكون من أنصاره، أن نكون من أصحابه. يوميا تجديد البيعة مع الإمام، ولكن أين نحن من هذه المرحلة؟ فعلا لو ظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنا مهيئ نفسي
أن أكون من أصحاب أصحاب هذا. إحنا آسفين للكلمة هذه، إحنا مو أصحاب الإمام، أصحاب معينين 313 واحد منتهين. الآن كلامنا مو في الأصحاب، الكلام أن نكون من أنصاره، من أنصار الإمام. فيا ترى نحن الذين دائما نتحدث أننا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم هذه بيعة في عنقي كذا، وين هذه البيعة؟ أين نحن فعلا اليوم؟ إحنا مهيئين؟ يعني أنت عبد الرضا مهيئ نفسك أن تكون من أنصار الإمام؟ أنت هل أنت الغيبة بعيد عنها، التهمة، النميمة، أكل أموال الناس، هذا موجود ولا لا موجود؟ صلواتي ملتزم بيها، فروضي أصليها في وقتها، حق الله أدفعه، أتكلم على الناس، أطلع عيوب الناس، أحش في الناس، هل عملي يرضي الله أم لا يرضي الله؟ هل أنا مهيئ لو ظهر الإمام؟ فهل أنا أكون من أنصاره صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ التمني كل واحد يتمنى، ولكن عند الإمام الموازين تختلف. الموازين مو ترى باللحية هذه وبالعمامة وبالشكل وبصلاة الجماعة يوم يومين مواظب على صلاة الجماعة، لا مو هذا. مو ترى يوميا إذا وقفت أول صف يعني صرت أنا من أنصاره، لا ترى مو هذا. هذا جيد، صلاة جيدة، حضوري في المجالس جيد، ولكن هل هذا عملي؟ مو أنا وحدي ترى اليوم، حتى في داخل بيتي اليوم ولدي وينه أدري عنه؟ أعرف وينه؟ وين يروح وين يجي؟ ولدي يصلي صلاة الصبح ولا ما يصلي؟ والله أنا قلت له مولانا ما يصلي، بعد شو أسوي؟ خلاص راحت عني كلمتين وانتهى الموضوع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ترى النار ما تضرب ولدك، تضربك أنت بعد، تضرب النار هذه. هذا القرآن يتكلم. زين أنت اليوم بنتك حجابها شلون؟ هل يرضي الله؟ والله أنا عجزت من كثر ما قلت لها، بعد تعبت عجزت مولانا شو أسوي؟ أنت ما ربيت منذ البداية على التربية أن تكون. إيش كثر اليوم بنات بالجامعة يروحون لابس عباية، عباية على الرأس، إيش فيه يعني؟ كم واحد خلي يقول هذه معقدة، خلي يقول هذه الوحدة متخلفة، خلي يقول متخلفة، خلي يقول أنتوا رجعين، خلي يقول إذا صارت عباية على الرأس رجعية وتخلف، عيل شنو اللي هم يعني شنو اللي يريدوه هم علشان يكون الإنسان حضاري؟ يعني شلون لازم أمشي؟ شلون لازم ألبس؟ علموني شلون، شنو الحضارة؟ الحضارة الغربية اللي تعلمتوا من عدها شنو؟ شنو تعلمتوا من عدها اليوم؟ لذلك هذا واقع. فإذا هل أنا مهيئ نفسي؟ سامع قضية ذاك الطالب اللي جعله الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الأبدال، رجل كان خادم في مدرسة بالنجف، وشنو عمله ذاك الوقت؟ ما كله حنفية، هذا اللي بريق ترس ماي ويجيبه يخليه أجلكم الله يم الحمامات عشان ذول الطلبة طلبة العلم يستفيدون. هذا شنو مستوى؟ تتصور شنو مكانته عندك؟ ولا شيء. والله زين إذا تدفع عليه تطيب كم فلس تصدق عليه، ولكن اختاره الإمام هذا الإنسان الخادم، خادم مو بس يفتح باب ويسكر باب، لا، هذا المستوى، هذا اختاره الإمام أن يكون من الأبدال اللي عددهم 70 واحد، كلما مات منهم يستبدل منهم الإمام شخصا آخر. الآن موجودين بس أنا وأنت ما نشوفهم، اختاروه، أخذوه، نقوه. تصور الأمور، إحنا ترى الأمور ما أخذيها، والله أنا إنسان موالي، لا تقول موالي، ترى لا تقول أنا شيعي، عبارة أنا شيعي عبارة كبيرة، قول أنا محب لأهل البيت. تدري من هو الشيعي؟ الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام للجميع، مو أنا أتكلم لما أتكلم عن الحجاب وخلت عباية على الرأس أنتهي كل شيء، لا، هذا بداية الطريق، بداية الإنسان الذي يتظاهر بالتدين هذا زين، ولكن مو هذا بداية ونهاية، هذا جزء من عنده. الإسلام عملية متكاملة، ما في نص نص ونص، شيء متكامل.
فلما نتكلم تقول لك زين هذا اللي لابس حجاب تسوي كذا تحش فيه هذه وذاك وكذا وعده مشاكل، هذا غلط. ولكن مو معناته انه انا ما انفس. فاذا اكو ضوابط الهيه موجوده. انت تعال، انا اريد اقول لك هالكلام عشان اقدم مقدمه. احنا اليوم هل من انصار الامام او لا؟ هل نحن الان نقول إيه ان شاء الله؟ لا ترى مو بان شاء الله، ترى ما يمشي بان شاء الله. عملك انت، سلوكك، اذا امي انا غاضبه عني، اذا ابوي انا غاضب علي، اذا انا اخوي ما اكلمه، اذا انا قاطع رحمي، مستحيل انا اكون من انصار الامام، مستحيل. اليوم التقاطع بين الاخوه وبين الاخوات وبين الاهل، انا قاطع رحمي ان اكون من انصار، مستحيل. هذا مو يم السالفه. انت روح صلح الامور هذه، صلح الملفات بعدين تعال شوف المستوى. ليش اقول لك هذا الكلام؟ هسه واحد يقول شيخنا يعني الامور بهالدقه، اكثر من هذه الدقه، اكثر الامور. انصار الامام واصحاب الامام، اقراوا في روايات الامام الصادق وروايات الامام امير المؤمنين عليهم السلام لما يتحدثون عن اصحاب الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول لهم دوي كدوي النحل، نفس مواصفات اصحاب الحسين. فعلا انا هكذا بالليل اذا جن علي الليل، ولا اقعد على الواتساب شويه، شفت لي اخبار شويه، نص مسلسل شويه، كلام مني وقعده مني، ولفيت راسي ونمت. حتى ماشي الى اقرا لي سوره، اقرا سوره ياسين واهديها للسيده فاطمه الزهراء، اسوي كم اذكار. وبعدين يقول لي شيخنا ترى انا اشوف كوابيس ونوم مزعج واحلام مخيفه. يا اخي اقرا ايه الكرسي واقرا تسبيحه الزهراء وينتهي كل شيء. ما يسوي البشر يوميا يقول عندنا مشكله، يوميا يقول انا متوهق، يوميا عنده بلوه. يا اخي هذه اذكار استعملها، استعمل الاذكار وبعد ذلك ما عندك مشكله ابدا. احنا ابسط الامور ما نسويها، ثم نقول نتمنى التمني. ما تمشي الامور بالتمني. شوفوا اصحاب الامام لهم قلوب، شوف قلوب اصحاب الامام، قوه القلب، بأس القلب، شدة القلب اللي كان عند الإمام. كان يمشي الرعب من بين أيديهم مسافة الشهر، يعني قبل ما يوصلون إلى ذلك المكان قبل شهر الناس يرجفون من عدهم. شوف الشجاعة اللي عدهم، البأس. ليلهم يقضون بالعبادة، وإذا أصبحوا كانوا أولئك الفرسان الذين يدافعون عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعدين تعال انظر الى عهد الامام، ترى بعد ما في قاضي، راح القاضي، ما في محكمه، ما في شهود بعد عند الامام. مو يقول لك فلان واحد جيب شاهد عليه، جيب شاهدين، شهود اثنين عدول، ماكو بعد شهود، خلاص. شنو يعني؟ شلون شنو نسوي؟ هو الامام يسحبك بعد. تعال انت بارحه شنو سويت بالبيت؟ انت فلان تطلع ويا فلان شنو سويت؟ ليش اكلت فلان اموال فلان انسان؟ شنو كنت تشوف بالتلفزيون؟ يسحبك الإمام واحد واحد يسحبه، لأن علم الإمام صلوات الله وسلامه عليكم علما ظاهريا، وكل إنسان يرتكب أي خطأ الإمام يسحبه مباشرة. زين سوى واحد يقول زين الدنيا هذه، في الروايات قد أن أصحاب الإمام اللي راح يملكون زمام الأمور أيضا الإمام يعطيهم هذه القدرة والصلاحية أيضا، بعد محكمة وشاهد وعدول كذا ماكو أشوف اسحبه. لذلك شلون تقل الرذيلة؟ بهذه الطريقة الإمام يطلع على أحوال الناس ويسحبهم، يسحبهم من دون لا شهود ولا أي شيء آخر، بعلمه الإمام يحكم عليهم. اللي هذا الأمر ما كان في عهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أن الخيرات تنزل من السماء وتخرج الخيرات من الأرض والكنوز كلها تظهر وكل البركات. يعني اليوم إذا تخلي هذه حبة حنطة بالأرض تزرعها وما تثمر، تحتاج إلى ما عوام النمو في عصر الإمام، بعد ما يحتاج عوام النمو، أي بذرة أي شيء تخليها بالأرض تنبت كل البركات. زين الله سبحانه وتعالى هيئ الجماد والنبات والحيوان، حتى الحيوانات. الحيوان يطلع من بيتك يروح للصحراء يرعى ويرجع نفس المكان وما حد ما يتعرض له. تخرج المرأة من الكوفة إلى الشام ولا يتعرض إليها أبد،
هذا الناس اللي يحكم بالأمن والأمان والسلام، الأمن والأمان والسلام لا يكون إلا في عصر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين هذا السؤال، الآن كل شيء مهيئ للإمام، الجماد يمتثل، الأرض تمتثل، البحار، الأمطار، السحب، النبات، أي حيوان، كل شيء. أنت الإنسان وين؟ أنت استجبت للإمام؟ مو تقول بعدين، لا بعدين خلاص راحت عليك السالفة. الآن ماذا هيأت نفسك لو ظهر الإمام؟ هسه هذا الكلام ليش أقوله؟ لأنه لما أروح إلى تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله أنظر إلى أصحاب رسول الله درجات متعددة. تروح إلى سلمان وأبو ذر، سلمان ترى سيد الصحابة، أفضل صحابي لرسول الله هو سلمان. وتروح إلى أبي ذر، أبو ذر بعد مو قليل، ولكن درجة سلمان أعظم من أبي ذر. بس أنت شوف أبو ذر الصحابي الجليل لرسول الله ولأمير المؤمنين، بأي موت مات؟ مات في الصحراء عطشا، ما حد لا شيعه ولا أي شيء ولا أي شيء. زين اللي دفنوه في الربذة، هذا أبو ذر. يعني مو أنه صحابي، الآن تقول يعني إذا واحد صحابي لرسول الله والأمير المؤمنين وهالمواقف وهالمنزل شلون؟ بس شوفه أنت، يدخل أبو ذر مدعو غدا عند سلمان، سلمان يدخل عند سلمان يشوف عنده قدر، وهذا القدر حاطه على الحجر، وداخل القدر هذه المرق أو أي شيء آخر قاعد يغلي. استغرب، شاف نار ما أكو. يعني اليوم أكو قواعد بالطبيعة موجودة، النار من ظاهرة النار والنار وحقيقة النار شنو تعطي؟ تعطي حرارة. زين الحجر يعطي حرارة؟ ما يعطي حرارة. شنو هذا؟ وين؟ على أي أساس أن هذا الحجر العادي يخلي عليه القدر والقدر يغلي؟ يعني إيش كثر عند مكانه ومنزل أبو ذر ما نقدر يستوعب هذا الشيء. ولكن سلمان شنو الله مسخر له؟ الولاية التكوينية مو بس لأهل البيت، حتى لأصحابهم، خيرة الأصحاب اللي مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عندهم ولاية تكوينية. هذا متصرف بالكون، هذا الحجر حجر يعطي حرارة، هذا وين احنا؟ شنو احنا هاي الذرة هذه؟ شنو هالحرارة هذه؟ من وين؟ سلمان اللي بعض هذول الجهلة لما يوصلون حتى من عندنا من جماعتنا ينفون الولاية التكوينية لأهل البيت، قل له يا جاهل ولك مو الإمام وإنما أصحاب الإمام، أصحاب عدهم ولاية تكوينية، أما الكون فهو بيد أهل البيت سلام الله عليهم، يجعلونهم كما يشاءون. يقول الإمام الصادق: نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، وما شئنا شاء الله، وما شاء الله شئنا، ولا نشاء إلا ما يشاء الله. شنو تتكلم أنت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ منو أنت ومنو أنا أتكلم في أهل البيت؟ أصلا إحنا ما عدنا صلاحية، والله العظيم 1% ما عدنا معرفة بأهل البيت وعظمتهم ومكانتهم. أهل البيت وعظمة أهل البيت، أنت تعال سلمان فهمه بعدين روح على أهل البيت. زين الآن من يقدر يحلل لي هذا سلمان؟ يلا خلي واحد اليوم يحلل شنو الحجر هذا وشنو القدر. خلصنا من عنده؟ زين هذا ما عنده ملعقة قفشة، ما عنده خوطة، دخل أصبعه في داخله هو ويغلي. زين هذا الأصبع ما يتحمل، دخل أصبع داخل القدر وقام يخوط هذا الأكل. أبو ذر ما تحمل بعد. شوف أبو ذر إيش كثر إلى مكانه ومنزله، ولكن تفوق عليه سلم، ما تحمل، شال عاله وركض طلع، ما هو مدعو، هد العزيمة وراح، ذهب عند رسول الله صلى الله عليه وآله. يا رسول الله، قال له ها خير؟ قال له يا رسول الله هذا سلمان خال حجر تحت القدر والقدر يغلي، ماكو نار، شلون يغلي هذا؟ بعدين دخل ايده بالماء اللي قاعد يغلي وقام يخوطه. ابتسم رسول الله قال: سلمان منا اهل البيت. هذا وين؟ يعني الان هذا سلمان كان من، يعني كان من بني هاشم؟ لا، كان من الفرس سائح، بس شنو؟ طور نفسه، طور قدراته، فعلا كان صادقا مع الله، كان صادقا مع أهل البيت. لذلك في كل المحن، كل المآسي، كل الويلات التي وردت على أهل البيت
تشوف كان صادقا وكان وفيا لأهل بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا أبو ذر. أبو ذر شنو سوى؟ أبو ذر الخليفة الثالث ما يسكت، يعني صحابي من صحابة رسول الله. أكو واحد يقدر يتكلم عنه؟ صحابي هذا، لما نشوف خطأ موجود يتكلم عن الخطأ. لذلك في عهد الخليفة الثالث قام يتكلم، بدأ ينتقد، يبين وجهة نظره. نفي إلى الشام، بالشام هناك وين ودوا؟ الشام، تدرون بلاد الشام تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه كلها تسمى بلاد الشام. وين شالوا دزوه؟ معاوية شاف هذا بالشام يسوي له مشكلة بدمشق، شاله وين؟ قطب في لبنان جبل عامل. قعد سنتين قلب الدنيا كلها سواها شيعة. هذا الشيعة الموجودين في لبنان كلهم مال أبو ذر. ترى تصور واحد رايح للنجف، لا يبا، هذا أبو ذر راح قعد لسنتين قلب الدنيا. معاوية قال عمي هذا راح قلب الدنيا علي، شيله. أخذوه مرة ثانية، ركبوه على دابة من دون وطاء. ترى شوف الآن إذا واحد يركب على الدابة، أجلكم الله، إذا كان حمار أو أي شيء آخر، إذا يجلس الإنسان يحتاج إلى سرج، هو بالسرج أنت ما راح تتحمل. اليوم بالطائرة روح سافر ساعتين ثلاثة أربع ساعات، تخدر رجلك ما تتحمل بالطائرة أنت قاعد. شلون المسير من الشام إلى المدينة؟ كم يوم؟ شهر شهرين، هذا بالطريق ومن دون وطاء. وصل إلى المدينة، لما حملوه تناثر اللحم من فخذيه، تناثر اللحم والدماء تسيل. بعد ذلك قعد هناك هم نفس الشيء. أجي واحد عنده قال له هذا من الخليفة مال مبلغ، قال له لا ما أقبل. قال له مو إذا أنت قبلت هذا المبلغ سيكون فيه حريتي. قال ولكن فيه رقي، ولكن فيه رقي. هذا صبر، تحمل. نفوه مرة أخرى، قال وين ننفي؟ ننفي مكان لا ماي لا شجر ولا بشر ولا أي شيء. قالوا ننفي إلى مكان إلا الربد، أن يموت جائعا عطشانا. وفعلا مات جائعا عطشانا مدافعا عن ولاية أمير المؤمنين. بس أهل البيت يكون مع شيعتهم ولا لا؟ سؤال. سلمان مو كان ميت؟ لا تتكلمني بقوانين الطبيعة، ترى لا تكلمني، لما نتكلم عن أهل البيت لا تتكلم بالطبيعة. مو مات، أصبغ من نباته ما يقول مات، مات. يأتي إليه أمير المؤمنين يسلم عليه، يفتح عينه، يفتح عينه، يبتسم. يجي أمير المؤمنين وعده، قال له عند موتك أنا أجي عندك، أنا أغسلك وأنا أكفنك وأنا أدفنك. هذا وين؟ شنو هذا؟ يعني أمير المؤمنين يحضر عندك أنت أيها الموالي. بس أقول لك شيء واحد، خلي يكون الإنسان سريرته وظاهر الشيء يدخل السرور على قلب الإمام. لا يكون عندي سريرة سيئة، بمعنى أن الإمام لو اطلع على سريرتي يتألم. خلي يكون علي بن أبي طالب لما أشوفه في تلك اللحظة، لحظة الاحتضار، أشوف الإمام مبتسم يقول أهلا فيك أنت الموالي. يتلقى الإنسان المؤمن، تلقى الإنسان الموالي. روح إلى أصحاب الإمام. بس أهل البيت كان يقفون مع الأصحاب، بعض الأوقات حتى الصحابي إذا ابتعد شوية يعصره، شوية يشد عليه. وهذه الشدة ليش؟ لأنه بالنتيجة مو معصوم، لأنه قاعد يربون أهل البيت، يربون أصحابهم. رسول الله يربي، الإمام أمير المؤمنين يربي، الإمام الحسن، الإمام الحسين. ليش الإمام الحسين يقول إني ما وجدت أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي؟ يتسارعون، يتقاتلون على الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم مكانة كبيرة. وفعلا أهل البيت يسددون الإنسان الشيعي، إذا أردت أن تكون صاحبا وأن تكون مواليا وأن تكون من أنصار الإمام عجل الله تعالى فرجه، فإن راجع نفسك. الإمام الباقر يقول سلام الله عليه، حاسبوا أنفسكم يا ابن آدم، انظر إلى أعمالك، حاسب نفسك، حاسب أمورك، راجع أخلاقك،
تعاملك مع الآخرين، تعاملك مع الله، شنوكو شيء في ذمتك. بس بعض الناس في شيء بالعراق زين، هذا هو جيد بحد ذاته، يجي يقول لك مولانا ابري ذمتي. أكو ناس غيبة تهمة مسوين أصلاً، شو يمك خالي روح. هذا لا، مستغيب إنسان يروح عنده يقول له ابري ذمتي. شوف هذا ايش كثر إلى قيمة، وإحنا شوف مجالس الغيبة والنميمة والتهمة فلس مولا موجودة منتشرة. بني آدم ما يهتم. اليوم إحنا عدنا كلام الناس أهم من كلام الله. الناس يقولون هذا اللي مهم، ولكن كلام الله ليس بمهم. لذلك شوف شوف الرواية ماذا تقول. الرواية تقول بالنسبة إلى الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر، أنا استغرب من جماعتنا بعض نوابنا يقول أنا مو نائب خدمات. يا أخي غصبا عليك تكون نائب خدمات. الإمام الصادق بالطواف يطوف، ترك طوافه وراح قضى حاجة إنسان. الطواف حكمه يحتاج إلى وضوء، صح ولا لا؟ الطواف بحاجة إلى وضوء، يعني ما تقدر تطوف من دون وضوء. زين، الإنسان لازم يطوف مع وضوء، وما يتمكن يقطع الطواف، لازم 7 أشواط يكملهم. الإمام قطع الطواف. واحد أشر للإمام، واحد من أصحابه قال لي ابن رسول الله 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق معدودة وتروح تقضي حاجته، ليش قطعت طوافك؟ قال أن قضاء حاجة المؤمن أهم من الطواف. وأني أقول أصير نائب بس ما أخدم الناس، عارفين خالد شو سوى؟ إذا ما تخدم الناس شنو قيمتك أصلاً؟ وين تعاليم أهل البيت؟ وين علي بن أبي طالب؟ وين الإمام الصادق؟ وين أهل البيت في حياتنا؟ علني أقول ما أخدم الناس، أنا مو خدمات. غصباً عليك تصير خدمات. شنو هالتجري على الله؟ شنو هالتجري على أهل البيت؟ ما أقصد شخص معين، يقول إيش أنا تقصد منه؟ أقول أقصد الكل. غصب عليك أنت نائب تخدم الناس، هذا شغلك. سيد القوم خادمهم. ناس عندهم معاملة، عنده شغلة تقضي حاجته، تروح ورا شغلات العالم تمشي أمورهم، هذا المطلوب من عندك. ولا شنو نفع دفع شنو حصل من عندك؟ احنا أهل البيت هذا ربونا على هالشيء. أهل البيت يقضون حاجة الناس في كل صغيرة وكبيرة. علي بن أبي طالب يقعد برا بالشارع يقعد ينتظر الناس يقصدون يقضي حوائجهم. الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول لما كان يغسل جسد الإمام زين العابدين، وحتى الإمام زين العابدين يقول لما كان أراد أن يدفن الإمام الحسين أبوه قال نظرت إلى ثفنات على ظهره، كان يحمل الكيس ويدور على الدور بيت بيت يمر عليهم يساعدهم يعطيهم. وكان الإمام زين العابدين يتلثم حتى الناس لا يعرفونه، مو والله أنا عطيت وأنا سويت، أنا سويت لكم وأنا وديتكم وأنا عمل لك كذا. أنا يا ابن آدم جزء من الأنانية مش شخصانية هذه. وين نحن؟ وين أهل البيت؟ بعدين أريد أكون من أنصار الإمام. على أي أساس كنا أنصار الإمام؟ شلون تكون أنصار الإمام؟ علي بن يقطين، الإمام موسى بن جعفر يقول له روح مع الطاغية هارون العباس. وهارون روح وياه صير وزير عنده بشرط واحد، صح ولا لا؟ أن تضمن لي واحدة أضمن لك 3. شوف الإمام يقول له روح ويا الطاغية صير ما يخالف، وصير وزير عنده ويا هارون المجرم السفاك السفاح، ولكن أضمن لي واحدة. شنو هذا الواحد يا موسى بن جعفر؟ أن تقضي حوائج شيعتي. هذا كلام عدل ولا لا؟ هذا مو كلام الإمام؟ هاي مو سيرة أهل البيت؟ ولا إحنا زماننا يختلف عن أهل البيت يعني؟ ولا القيم والأخلاقيات والتعامل هذا كله تغير يعني؟ أن تقضي حوائج شيعتي وأضمن لك 3: أن لا تمسك النار، وأن لا تقتل بالسيف، وأن لا تموت فقرا. تضمن واحد أضمن لك 3. علي بن يقطين تدري منه؟ مو إنسان عادي، كان هذا وزير، كان يروح للمدينة يريد يدخل على الإمام سلام الله عليه. الإمام رده الحاجب بالباب قال للإمام ما يستقبلك. قال ليش؟
أنا شو مسوي؟ ما مسوي غلط. قال الإمام يقول أنت واحد من أصحابنا إبراهيم الجمال، رجل راعي، هذا إجى عندك للوزارة وكان عنده حاجة وانت رديته. قال والله ما عندي علم، أنا ما شفته، أنا كنت مشغول. قال له مشغول، عندك علم ما عندك علم ما يستقبلك الإمام. زين والحل؟ قال ترجع إلى الكوفة وتقضي حاجتك. زين شلون؟ في ذيك الليلة بأمر إعجازي رجع إلى الكوفة، راح إلى إبراهيم الجمال. منو؟ السيد الوزير. راح إلى إبراهيم بالليل، دق الباب، إجا إبراهيم قال من بالباب؟ قال أنا علي بن يقين. ها السيد الوزير، ليش أنت أجيت؟ أنا أجي عندك، أنت آمرني، أنا أجي عندك، ليش تعبت حالك؟ قال لا لا تجي عندي ولا أي شيء، أنا جاي بريذمتي. قال له شنو؟ قال له ذاك اليوم أنت جاي عندي وعندك حاجة وأنا ما ملتفت، أنا مو قاصد، أنا مشغول، أنا مضغوط، ما صار عندي فرصة أقضي حاجتك. قال له زين، ما بريذمتك وأنا مسامحك. قال له لا ما يكفي، هذا السيد الوزير علي بن يقطين وضع وجهه على الأرض، قال له بن عالك دوس على خدي. وين؟ قال له بن عالك دوس على خدي. قال له أنت وزير عمي، أنا عفيت عنك، ما يخالف، أنت ما ملتفت وأنا أعتذر. قال له لا أنا أعتذر. قال له عمي عذرك ما يخالف، أنا سامحتك. قال له لا، ألا تدوس على وجه بن عالك، عمي اعفني من هذا الأمر، ما أقدر أسوي هذا الأمر. قال له لابد أن تعمل ذلك. فجاء وضع نعله على خدي علي بن يقطين وزير هارون وصار يدوس عليه، يقول يا ابن رسول الله ارضى عني، يا ابن رسول الله ارضى عني. ثم قام قال أموالي أقاسمك، أموالي، نص أموالي إلك، كن نص أموالي إلك. رجع في ذيك الليلة، الباب مفتحة، دخل بعد بدون استئذان، مفتوح الأبواب، دخل عند الإمام موسى بن جعفر، حضنه الإمام وضمه إلى صدره. أنت الشيعي، هذا الشيعي، شفت شلون؟ وين اليوم هذا النماذج؟ وين؟ وين عندنا؟ وين أكو إنسان تدق عليه 20 مرة ما يرد عليك؟ والله ما عرفت اسمك أنت، اكتب لي اسمك منو أنت عشان أرد عليك. زين دز له واتساب سوى عليك حظر، دقيت عليه والله مو معروف انت ولازم تراجع في ديوانه، وهذا اذا رد عليك وملفك حطه مع 50-60 ملف والله راجعت ما صار، يلا خذ روح. هي الله، سلام الله على اهل البيت. هذول الشيعة، هذول الشنيعة، هذا شيعة اهل البيت. اعوذ بالله، اعوذ بالله، شيعة اهل البيت يتعاملون بهذه الطريقة. لذلك الإمام زين العابدين طرقت عليه الباب، إجت الجارية قالت يا ابن رسول الله، هذه كانت واحدة مثلي، ما تفهم الأمور، ما تدري، ما تشخص، شافت ناس قال ذول الشيعة، يا ابن رسول الله شيعتك. الرواية تقول قام الإمام، شكل قام الإمام وعثر من سرعة الإمام، بس سمع شيعة قام الإمام، عثر الإمام، راح رجع الإمام، أين الشيعة؟ شيعتنا آثار السجود على جباههم، إن من شيعتنا إبراهيم الخليل. أنا وين؟ ذولا وين؟ شنو هذا؟ هذول الشيعة. الحسين بن علي طلع من المدينة ويا مكة والمدينة أكثر من 1000 واحد. شو هذا؟ كربلاء 72، لا 100 ولا 200، كم واحد ردوا؟ وين راحوا هذول؟ وين؟ شنو اللي صار؟ هذول الشيعة شنو كانوا؟ ذاك بالطريق الإمام قال له تعال مش ويانا اطلع. قال يا ابن رسول الله أنا أعذرني ما أدخل في هاي القضايا والسياسة، هذا إمام الحسين سياسة وأنا ما أدخل في الخلافات. قال له عندي حصان وفرس، هذا إذا ركض الفرس ما حد بيوصل له. قال له خلي حقك الفرس، أنا إلك أريدك أنت. زهير من هو الآن؟ أنت شو تخاطب الآن شهداء كربلاء؟ بالصديقين، السلام عليكم يا صديقين، تخاطبهم بالصديق، مو هذا إنسان صديق شهداء كربلاء من الحواريين.
شوف مكانتهم العظيمة والدرجة الكبيرة اللي عندهم. أصحاب سيد الشهداء زهير بن القين معروف، كان عثمانيا، كان ناصب العداء للإمام أمير المؤمنين. هو في الطريق، تدري الطرق ذاك ما كان يعني الطرق اللي كان يمشون فيها طريق واحد ومنازل، فأي منزل يوقف الإمام ينزل بمنزل، هو مات نفس المنزل ورايح للكوفة، فيحاول يبتعد من الإمام حتى لا يكون قريب الإمام. منزل منزلين ثلاثة، الإمام بعث واحد من أصحابه قال له قل لزهير أن يأتي، قل للحسين بن علي يريدك. راح لما قال للحسين بن علي شوية تردد، بس شنو أتورطاني يريد من عند الحسين؟ هذه قضية عنده مع يزيد وبني أمية وأنا ما أدخل في هذا الشيء. شوف المرأة، شوف الزوجة الصالحة، المرأة مو بس للحنة والمشاكل، مو بس للدنيا، شوف المرأة هذه تخليها جبل من ذهب، هي أثقل من جبل من الذهب. شوف المرأة الصالحة، خلاص ما أتكلم عن الحريم وايد، خلاص كافي. شوف المرأة الصالحة قالت له يا زهير ابن بنت رسول الله يدعوك ولا تذهب، هذا الحسين يدعوك ما تروح، شلون تتجرأ؟ روح اسمع شو يريد الإمام من عندك، إذا ما ردت لا تروح مع الحسين ولكن روح شوف ابن بنت رسول الله شنو يريد من عندك، قوم. كان عثمانيا مشهور هذا عنه، قام خلي أروح. راح عند الإمام الحسين، هو العالم كله يغير الحسين باقي على زهير، هو عم يطب للحسين قلبه كتش يرف، تشوف ضريح الحسين وضعك كله يتخربط، تشوف قبة الحسين منارة الحسين، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. دخل عند زهير قال له الحسين يا زهير لا تقصر في نصرتنا، تغير وضعا نطفة طاهرة وإذا به يتغير، قال بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، أنا وأهل بيتي فداء لك للحسين، انقلوا رحلي مع رحل الحسين، اجوا مع الحسين. شوفوا اللي تغير، شوفوا اللي تغير، تغيرت الأمور، جاء مع سيد الشهداء. شوف هذا شكبرى حبيب ابن مظاهر، يجون أهله وأولاد عمه لا تروح مع الحسين، لا تسوينا مشاكل، احنا بني أسد ما ندخل بالمشاكل. امرأته قالت لها يريد يستخبل المرأة، يستخبر المرأة يشوف هذه المرأة ايش كثر عندها ثبات. ها أمت الله انا فكرت ما اروح، شلون ما تروح؟ هذا ابن الزهراء يدعوك ولا تذهب. قال أمت الله اردت ان استخبر حالك، قالت اذا ذهبت الى الحسين قبل يديه ورجليه، قبل يديه ورجليه عني. يطلع حبيب، الله الله يا حبيب، يطلع حبيب يوصل إلى كربلاء. أول ما يوصل عند الحسين، الحسين بقراية وحده، ينزل من على جواده قبل تلك الأرض التي وقف عليه الحسين، تثار غربة غبرة بالهواء. يجي الخبر السيدة زينب، السيدة زينب تقول ها العلي الأكبر ابن أخي شنو الخبر؟ أشوف صارت غبرة. قال عمتي زينب لقد جاء حبيب لنصرتنا. لما سمعت هالكلام زينب، وتدري بقلب زينب مولات العقيلة زينب، قالت ولدي علي أبلغ حبيب عني السلام، قل له عمتي زينب تبلغك السلام. اجعل علي الأكبر دخل عند حبيب، قال يا حبيب هذه عمتي زينب تبلغك السلام. قال من أنا؟ صار يحث التراب على رأسه يقول من أنا حتى تسلم علي زينب. هذول أصحاب الحسين، شوف ذول أصحاب اللي كانوا مع أبي عبد الله. لما أصرت تلك الهجوم على ميسرة الإمام، ميمنة الإمام، تثار غبرة، يروح الحسين مع حبيب، يشوف مسلم بن عوسج طايح على الأرض، يقول له يا مسلم لولا أني في الأثر لأحببت أن توصني، إذا عندك وصية توصيني. أشار إلى الحسين هو في أنفاسه الأخيرة، قال عليك بهذا، يعني يقول لدير بالك على الحسين، على أوصيك بالحسين، قربتي ابن ظاهر منيتي، ما وصيك بعيالي وبيتي بالحسين وعياله وصيتي. وبعد
وهذه سيدتي ومولاتي زينب تنظر إلى أصحاب أبي عبد الله واحدا تلو الآخر مضرجين على الرمضاء، والحسين ينادي: يا زهير بن القين، يا حبيب، يا مسلم. يناديهم واحد بعد الآخر، وزينب تنظر إلى الحسين. إلى أن سقطوا الجميع على أرض المعركة، إجوا بنو أسد قالوا: لا والله لا يقطع رأس الحر وهو زعيمنا. لذلك حملوا الحر، وزينب واقفة عند باب الخيمة تنظر تشوف الحسين على رمضاء كربلاء، رفعوا رأسه على الرمح، وهذا حبيب هذا الحر شايلين العشيرة شالت بوقت الظهيرة، العشيرة شالت بوقت الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظلوا الما عدهم عشيرة، ضحايا على الترب من غير تغسيل. الليلة أنا ناوي على القاسم، أرضى وديك اليوم عند القاسم ابن الإمام الحسن، هذا عزيز عند الإمام الحسن وعزيز عند الحسين. يوم اللي رحل أبوه واستشهد الإمام الحسن ترى كان عمره 3 سنوات، 10 سنوات كبر الحسين، كل ما ينظر إليه يتذكر أخوه الإمام الحسن. لذلك لما جاء يطلب الإذن من الحسين كان صعبا على الحسين، لازم ترجع مسكينة وعمته بحلقة شم، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أم: يا ابني يا جاسم هالوقت حالك لعمك ضم، لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتجنى يا والدة دعيلي رايح أنا، يا والدة من غير ما تقليلي، يا بعمي وحيد بكربلاء لمن أضم الحالي، انت وعمت زينب لما اغير الخون. يمه يمه اوصيك يمه وصيه، اوصيك يمه وصيه، تسمعي اللفظ جوابي الشمبايان، لو شفتيهم بلد ذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، رايح أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني. واسمع الحسين صوته لما سقط على الأرض نادى: عم يا حسين عليك من السلام. راح الحسين عنده احتضن القاسم، يقول: ربيتك يا عم وعيني بعينك، وانتظر العرسك واحسب سنينك، تعالي يا جاسم اسمع ونينك، وشوف داير بشخلة شخصك الخيال، لبالي عرسك وافرح بزفتك، لبالي عرسك وافرح بزفتك، وحن جفوف الاكبر يا ابني بحنتك، وحن جفوف الاكبر يا ابني بعدك ضعنا يا الله. لقضاء الحوائج شفاء المرضى في هذه الليالي، وهي ليالي عظيمة، هذا الجمع المبارك من المؤمنين، قضى الله حوائجكم في الدنيا والآخرة، اللي عنده هم وعنده غم وعنده مريض، اللهم بحق القاسم العزيز على قلب الحسين، اللهم اقض حوائجهم جميعا يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعا يا الله أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب المضطر يا الله يا كاشف السوء يا الله يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اطلبوا حوائجكم إلى الله يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضاه اجعل عواقب أمورنا خيرا اقض حوائج المحتاجين اللهم اشف المرضى والجرحى والمصابين يا الله اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء يا الله شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر والسلامة يا الله من يريد بهم سوءا رد كيده في نحره يا الله من ليست لهم ذرية اللهم ارزقهم الذرية الصالحة يا الله إلهنا تقبل منا رجالا نساء ومن المؤسسين بأحسن قبولك طبعا المجلس هو مستمر بس احنا بكرة إن شاء الله ختام مجلسنا وقراءة حديث الكساء الشريف وإن شاء الله قبل المجلس ختمة القرآن الشريف الله يتقبل إن شاء الله فإذا بكرة عدنا حديث الكساء إن شاء الله اللي حضر هنيئا اللي حضر هني ولا مكان ثاني عشان شملك أبو أحمد لأن تقطع أنت بالحضور إذا تحضر كل مكان هو أهم كلها خدمة الحسين فاللي يحضرون هالمجالس هنيئا لهم وين ما تحضر في أي حسينية في أي مكان هنيئا لك ربي يوفقكم يقضي حوائجكم باشر العيدية تأخذها من الزهراء قبل العيد تأخذ عيديتك بكرة من الزهراء في حديث الكساء إن شاء الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أمواتكم وإلى شهداء جامع الإمام الصادق رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات